عمرو السولية. عمرو السولية، لا عمرو السولية لما بيكون فايق بيديك يعني عمل واحده من الحاجات اللي بنشوفها بره، اللي بخلفيه هو الكره طايره رجعها لورا بكعب رجله، وده بيعملها اكتر من مره، كان ممكن تبقى هدف، ودي شاتها سددها مش عارف اعتقد قفشه او حسين شحات سددها فوق قفشه سددها، كانت من عمرو السولية يعني في تحسن. برضو يعني ايه ايمن اشرف تحس انه برضه بدا يهدى، مساله يعني الانذارات الكتير دي محتاجه برضه، دي محتاجه ايه، محتاجه برضه ده شغل مدرب انك انت ياخد باله ان يعني ماتشات ما تستحملش انك انت انذار والتاني خلاص، ما انت لو انذار ماتش طويل هيبقى في عندك برضه مشكله. بص اجايه لعيب مهم جدا في الاهلي رغم حالته، مش مش حاسس كده زي ما انا احساسي انه يعني مع وجود موسيماني في اريحيه في ادائه وفي ثقه في ادائه ما كانتش موجوده حتى مع فايلر قبل كده، رغم كان بيأدي كويس لكن تحس انه خلاص مبسوط بالجيم يعني اجايه بيلعب وهو يعني مبسوط يعني هو حافظ عليه حتى للاخر، يعني رغم انه هو تحس انه بيلعب وهو تعبان يعني تحس انه مرهق يعني حاجه غريبه برضه في ادائه، لكن بعد لما بيفوق بيدي واحده وتمشي معاه بيبقى الوضع مختلف. لكن اجايه محتاج ايه يعني زي ما تحس انك كنت محتاج يريح في حاجه، لكن لما يبقى فايق لما ياخد واحده والتانيه، لو شوف في مباراه الذهاب عمل اللي هي ضربه الجزاء وعمل اكتر من كوره عرضيه بشكل مميز. طبعا وجود معاه علي معلول بيبقى هما الاثنين بيشكلوا ثنائيه مع بعض بتبقى لها حسابات، تبقى جبهه مهمه جدا على فكره يعني. فاعتقد برضو اجي برضو لا ليه دور ممكن انت تشعر، في ناس تشعر بيه وتقدره وشايفاه وفي ناس ما تاخدش بالها منه، لا ليه دور ولعيب مهم جدا في تشكيله الاهلي يعني. فانا عاوز اقول لك لا يعني انت مش في ناس مستواها طول يعني، ناس مثلا نسيت لحسين الشحات مثلا نفس الفرصه اللي ضاعت، ماشي ده كويس جدا معنويا برضو ان اللعيب يستعيد ثقته في مباراه زي دي ويجيب هدف زي كده، في توفيق كبير جدا وذكاء وموهبه وهدوء وكل حاجه تقدر تقول تلعب عكس الجول يعني. عاوز اقول لك ايه دي حاجات برضو بتدي لك دفع معنوي. الفريق كله يا كابتن هاني ادى الدور اللي عليه، الفريق كله كان متكامل. في بعض الهفوات اكيد هتبقى في الحسبان، هتبقى في حسابات، ما فيش شك ما فيش حد ما بيغلطش، لكن المجمل المجمل لكن المجمل الفريق لا في شكل. طب انا عايز اقول لك حاجه،